السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، معكم أخوكم محمود أبو دنيا. النهاردة بإذن الله معانا عطل جديد، معانا الشاشة اللي معانا دي شاشة بينج، الموديل بتاعها اهو T221، الموديل بتاعها بينج. المشكلة اللي احنا شايفين الشاشة دي LCD، زي ما انتم شايفين حضراتكم المشكلة في الشاشة انها جايبة الشاشة بيضة اهي. هنفتح كده، نقفل كده ونفتح تاني. زي ما انتم شايفين حضراتكم الصورة ما زالت الصورة بيضة زي ما هي، وده عطل الشاشة. قفلت الشاشة، هفتحها تاني. زي ما انتم شايفين حضراتكم الصورة جاية بيضة معايا. طبعا هنفك الشاشة ونشوف ايه العطل معانا ونبدأ نصلحه مع حضراتكم. يلا بينا. الشاشة حضراتكم كده طبعا اما تكون في مشكلة عندك زي دي، يعني تلاقي مثلا في مشاكل في البيانات، في مشاكل عندك في الصورة والشاشة شغالة اضاءة كويس والباور شغال بتاعها كويس زي الحالة اللي معانا دي، فاول حاجه هتعملها من غير ما تعمل اي حاجه هتتوجه لكابل الداتا او كابل ال في دي اس اللي معايا ده، الكابل اللي هو هيظهر قدام حضراتكم ده، الكابل اللي هو ده اول حاجه هتعملها هتتوجه للكابل ده، هيتخلع من مكانه ونبدا نكشف عليه نشوف فيه مثلا صدى، فيه كربون، فيه حاجه، يعني الكابل بيبقى شكله بالمنظر اللي معايا ده كده. ده كابل الشاشه اهو معايا، ده كابل شاشة LED زي ما انتم شايفين حضراتكم، وربما تلاقي مثلا منطقة فيها مشكلة زي ما تشوفوا حضراتكم دلوقتي كده، يعني تلاقي مثلا حاجة زي كده مثلا، او في صدى هنا او مفيش، يعني الخطوط اللي هي معايا دي المفروض بتبقى بتلمع كلها وظهر قدامي، ممكن تلاقي عليها كده يعني مفيش لمعة فيها وتلاقي حاجة يعني كربون او حاجة زي كده مثلا، بنبدأ ننضفها كده. وهنا نفس الوضع كده، ربما يكون في خطوط قطع ولا حاجة في نفس الفلات، في الفلات دي برضو نفس الوضع، بنبدأ ننضفها بصنفرة خفيفة كده او حاجة خفيفة، او تمسحها وباستيكة ولا حاجة تبدأ تمسح فيها كده في المنطقة دي وتبدأ تركبها تاني، يعني طرق النظافة كتير. طبعا في الحالة اللي معانا دي طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم الشاشة ايه، انا بفتح الشاشة معاكم اهو. اول حاجة ابدأ اتوجه ليها كابل ال في دي اس ده، ابدأ افصله، هتضغط هنا على المشبكين دول اللي هم في الجنب دول، وفي حاجه حضراتكم هنا لاحظتها دلوقتي، في هنا مشكله عندي في الكابل هنا، الكابل فيه تقريبا حد كان فك الشاشه دي قبل كده، لان الكابل مرفوع من مكانه حضراتكم اهو، وده يعتبر اول فكه ليها انا بفكها فيها، فالشاشه دي تقريبا حد فكها او كان حاول يعمل فيها حاجه، او يا اما هي المشكله في الكابل دلوقتي يا اما المشكله عندنا في حاجه تانيه. لو فككها على نفس العطل ده ممكن تبقى المشكله مش في الكابل، فككها على العطل التاني يبقى المشكله عندنا في الكابل. لكن الكابل زي ما انا هوريه لحضراتكم دلوقتي من واضح معايا الكابل فيه قطع اهو، ظهر معايا وانا برفع الفلاته زي ما انتم شايفين حضراتكم، والقطع ده يعني كافي ان هو يعمل معايا المشكله دي. فانا اول حاجه هعملها هبدا اوصل الكابل اللي معايا ده، هبدا طبعا انا حاولت ادور على الكابل بديل عندي، مفيش كابلات بديلة، الكابل المتوفر معايا ده، يعني كنت احاول اشوف كابل بديل، وربما كنتش عطل في الكابل والكابل ده مثلا اتقطع مثلا واحنا بنفكه، لكن انا ما رفعتش الكابل ده، لان الكابل اساسا كان راكب مكانه والقطع ده ظهر معايا قبل ما افك الكابل من مكانه، يعني انا شفت قبل ما افك الكابل من مكانه، حاولت اشاركه مع حضراتكم اهو. طبعا الكابلات اللي موجودة عندي مش هتتماشى مع الكابلات دي، لان الكابلات اللي عندي الشاشات اللي ديل و اتش بي وموديلات مختلفه ممكن يتشابه، لكن الكابل مش متوفر عندي. فاحنا هنعمل تجربه كده ان شاء الله باذن الله وان شاء الله تنجح، اللي هي دي اللي هي مقطوعه هنا دي. فالكابل اللي معايا ده فيه كابل تاني معايا لكن مختلف، يعني المداخل بتاعته هنا متشابه بالنسبه لي، المدخل هنا متشابه معايا اهو، ده متشابه، لكن في اختلاف بقى هنا في السكوت التاني، يعني ده سكوت الكابل اللي هو الاساس اللي انا هركبه بالشكل ده كده، وده السكوت اللي هو العادي، طبعا في اختلاف، يعني ده مش هيركب مكان ده، ده هنا في بنات بتركب هنا، انما ده البنات بتقفل عليه من فوق، ده البنات بتدخل جواه، فطبعا الاتنين مش هيركبوا. ففي حاجه ان شاء الله نحاول نعملها، لكن يا ريت يطلع الكابل نفس الواجهه ونفس، يعني هنفك الكابل بتاعنا ده كده ونشوف الاتجاه بتاعه ده كده معايا،
انا اقول كابلين دول كابلين معايا اهو بنفس الشكل زي ما انتم شايفين حضراتكم. هنا نشوف بقى الكابل ده يعني عدل او مش عدل، يعني ينفع يشتغل معانا او ما ينفعش. طبعا ده هيتعدل عليه مش هيشتغل على طول. ده الكابل اللي انا مخلعه من الشاشه تاني اللي موجود عندي، طبعا حاولت اركبه مش هيركب علشان زي ما قلنا لحضراتكم المداخل مختلفه اهو. فهنعمل حاجه بقى، هنحاول هنخلع ده مكانه. في مشابك هنا موجوده معايا او كليبسات قفل، هيطلع معايا بالشكل زي ما انتم شايفين حضراتكم ده كده الشكل اللي انا عايزه. هو ده هيطلع معايا بالشكل ده. هبدأ هنا. طبعا الكابل التاني اللي معايا نشوف هو نفس واجهة الكابل ده ولا مختلف، عشان ممكن نبص كده. هو نفس التقسيمة، يعني لو عدلت الكابل كده يعني الكابل ده من الفوق ممكن يبقى معكوس، يعني ممكن تلاقي وشه كده، تلاقي وش ده كده ووش ده كده العكس، لكن من الواضح ان الاتنين اتجاه واحد زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. فهبدأ كده، هاخد ده كده هخلع ده بقى من مكانه، هحاول اخلعه كده بالراحة عشان ما يتلفش، واركبه في السكوت ده ونجرب مع حضراتكم. نوفر وقت ونوفر شغل، والكابلات موجودة عندنا اهي، لكن المشكلة في خلع ده بس يطلع سليم، ان هما بيلزقوه بمواد اللزق اللي فيه بتبقى جامدة شوية. خلعت الكابل اهو، هبدأ بنفس الفكرة كده وهنركبه في المدخل التاني. شوف بس عدلة الكابل ده ازاي، عدلة الكابل ده كده، وانا هركب الكابل ده كده اهو، وابدأ اقفل عليه ونجرب بقى ونشوف مع حضراتكم ايه النتيجة على الطبيعة ان شاء الله. يلا ركب الكابل ده ونجرب ونشوف، ما ظبطش معانا نبقى نظبط الكابل. خلي حضراتكم ما ثبت الكابل ده لانه مش ثابت مكانه كويس، لان في هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم المفروض كان في هنا زي حاجه بلاستيك اهي بتبقى تحتيه، عشان يعني بتعمل زنقه كده تخليه يزنق. فيا اما ناخد الزنقه دي كده نحطها تحت الكابل اللي معانا اهي، نخرجها من هنا كده عشان الكابل يزنق معاه، لان الكابل بصوا حضراتكم الكابل بيطلع ويدخل لوحده المفروض كده يقفل عليه. فانا هبدا اركبها كده مكان دي علشان الكابل يبقى مضغوط كويس وما يسببش معاك مشاكل في الصوره، وان شاء الله باذن الله العمليه تنجح معانا بدون ما نبدا نعدل في الكابل اللي هو الاساسي اللي معايا ده. انا ركبتها اهي مكان دكر، يعني خليها زنقه كده مش لازم نلزقها عادي، هي عايزه تتلزق بس احنا هنحاول نركبها كده علشان مش عايز احط اي ماده لزق دلوقتي علشان ما تسببش في عزل ارجل من الارجل. فابدأ كده احط دي هنا كده اللي هنا مكانها، وابدأ اركب الكابل عليها بحيث دي تبقى ساندة دي والاتنين يدخلوا مع بعضهم والكابل يشتغل معاك. يلا نشوف مع حضراتكم دلوقتي، مقرفة شوية لكن هتظبط معانا وهتشتغل الشاشة إن شاء الله. كده هو بنفس الشكل، أنا عكست بقى. طب ماشي تمام، هركب انا بقى من فوقيها، من هنا هدخل من فوقيها تمام، وابدا ادخل بيه الكليبس اللي هو بيقفل عليهم ده كده ونشوف هيظبط معانا ولا مهيظبطش. هو الكليبس داخل كويس ومحكم اهو،
الكابل ويبقى كويس معايا ما يتحركش كتير. نبدأ نركبه مكانه ونشوف مع حضراتكم. ركبته في الجنب ده، نركبه تاني هنا ونشوف النتيجة ايه. ان شاء الله خير، ان شاء الله المشكلة هتبقى في الكابل مش هتبقى في حاجة تاني. ده الكابل القديم بتاعي. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، نوصل الشاشة بتاعتنا نشوف ايه النتيجة معانا. زي ما انتم شايفين يا شباب الشاشة رفعت معايا، نفس الكابل الباور ركبه تاني، نركب كابل الداتا ونشوف صورة معانا، في صورة ولا مفيش. زي ما انتم شايفين حضراتكم صورة الكاميرا ظاهرة معايا اهي، الصورة موجودة معايا بتاع الكاميرا ظاهرة زي ما انتم شايفين حضراتكم اهي، والكابل الشاشة اشتغلت معايا تمام زي الفل مفيش فيها مشكلة، بسبب الكابل اللي معايا ده يا اما كان لازم نستبدله بنفس الكابل او كان هيتم التعديل عليه، هيتم التعديل وزلت الارجل اللي هي توصيل الارجل اللي هي كانت مقطعه دي. طبعا كنت احاول اعدل عليه لكن افتكرت شفت الكابل التاني ده وعرفت ان هو ممكن يركب مكانه، فطبعا عشان الوقت وكده والافضل ان احنا كنا نغير كابل تاني، لكن لو مش موجود كنا نعدل على الكابل اللي معانا ده. كنا هنبدا بالحامل الخطوط اللي هي معايا دي، هبدأ أشيلهم طبعا، كنت هكمل هشيل بالصنفر وكده، وبعد كده هبدأ أوصلهم واحدة واحدة بالمكوة وبأسلاك خفيفة كده بتاع موبايلات عندنا أو سلك شعرة من أي حاجة كنا نوصل بيه، وبعد كده نبدأ نغطيها ببلاستر أو بحاجة وكده تشتغل إن شاء الله. لكن جت فكرة الكابل التاني ده معايا فنفذتها مع حضراتكم والشاشة اشتغلت إيه بدون أي مقدمات وبدون أي شيء، فكده يعتبر العطل بتاعنا كان مشكلة كابل الداتا. فطبعا اول ما تفك مشكله في البيانات عندك اول حاجه تبص عليها كابل الداتا ده، لو لقيت في مشكله شاشه بيضاء او اي مشكله عندك ابدا بكابل الداتا، يعني شوف ال 12 فولت واصله او ال 5 فولت اللي على التيكون موجوده ومش موجوده، الكابل سليم فك بص عليه من هنا ومن هنا سواء شاشه ال سي دي او ال اي دي بنفس الوضع كده، ابدا اطمن على القطع اللي موجوده عندك وبعد كده ابدا اشتغل. وزي ما شفت احنا اول ما فكينا الكابل انا مقطوع، وده كان مشكلة حد فك الشاشة وحاول يعمل فيها مش عارف هو كان بيعمل فيها ايه، فقطع حوالي 5 خطوط من كابل ال في دي اس زي ما انتم شايفين حضراتكم، فكان لازم الشاشة تقطع معايا بيانات عشان الخمس خطوط اللي اتقطعوا دول. والشاشة اشتغلت معايا زي ما انتم شايفين اهو، وان شاء الله الفيديو بتاعنا كده يبقى خلص النهارده، واي حد عنده تعليق او استفسار اتركه اسفل الفيديو. كان معكم اخوكم محمود ابو دنيا، ونختم كلامنا دايما بالصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.